السلام عليكم. انا مبسوط معاكم السنه دي لتاني سنه في كايرو سكيورتي كامب. اسمحوا لي يوسف في البدايه اتوجه بالشكر لاداره بلو كايزن اللي اتحول الفرصه بقى مع حضراتكم. احنا النهارده موضوع التوك بتاعتنا هتبقى اندستريال سايبر سكيورتي اوبورتيونيتيز اند تشالنجز، يعني التحديات والفرص ايه في موضوع الاي سي اس. الاجنده النهارده بتاعتنا بتتكلم على تعريف الاي تي والاو تي، الفرق ما بين الاي تي والاو تي، ايه الاهداف الاي تي بيرسونال واهداف الاو تي بيرسونال، ايه التحديات اللي بتواجه الاي تي والاو تي كونفرجنس، خبر عن الاي سي اس، ايه البيست براكتس عشان نعمل الاي سي اس بتاعتنا، وفي الاخر السوليوشن. يعني ايه اي تي او تي؟ الاي تي كلنا عارفينه اللي هو بزنس اوبريشن انتربرايز انفورميشن، يعني عشان سبورت البيزنس بتاعنا في الاخر. انما الاو تي اللي هو الاوبريشنال تكنولوجي، هو اللي موجود في الاي سي اس سيستم. الاو تي بتتعامل مع الماشين، الاو تي والاي تي هم نظامين منفصلين تماما فيزيكال ولوجيكال. في تعريفات كثيره للاو تي، منها تعريف لجارتنر بيقول ان الاو تي عباره عن برامج واجهزه بتتحكم في التغير الحاصل من خلال المراقبه المباشره والتحكم في العمليات او الاجزاء الماديه والبروسيس والايفنت. يعني الاو تي برضه بتشمل الانظمه المسؤوله عن مراقبه وتشغيل الاي سي اس سيستم من خلال السكادا سيستم الملحقه بالدي سي اس والبي ال سي والار تي يو. دي احصائيه عن فورتينيت بيقولوا ان 74% من الاو تي اورجانيزيشن النهارده اخر 12 شهر حصل لهم ديسربشن في الاوبريشن، حصل لهم باور اوتج. في 64% بيناضلوا، في 78% ما عندهمش تقريبا فيزابيلتي على الاو تي سكيورتي، وفي 62% عملوا انكريزنج في البادجت بتاعه الاو تي سيستم. الاي سي اس عباره عن ايه؟ اندستري الكترونيك سيستم. في حاجه عندنا في تعريفات كتيره ليها، منها نيست وسانس. نيست دي عباره عن ايه؟ نيست دي عباره عن ناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي، هو معهد قومي امريكي متخصص في اصدار المعايير الخاصه بالسايبر سكيورتي. في سنه 2008 نيست اصدر معيار خاص بتامين الاي سي اس سكيورتي، الرقم بتاعه 800-82. دي انواع الاي سي اس، طبعا اشهرها السكادا سيستم، اتش ام اي، بي ال سي، الار تي يو. طيب الاختلاف في اهداف العمل الحقيقه بين الاي تي والاو تي مش هو الاختلاف الوحيد، ايضا الموظفين ليهم مختلفين لان هم بيروبورتوا المديرين مختلفين، والمديرين دول عندهم ثقافات مختلفه. فلو جينا بصينا للاي تي بيرسونال لما بيجوا يتجهوا للسايبر سكيورتي، هم بيركزوا قوي على موضوع السي اي اي وبيهتموا جدا بموضوع الكونفدنشاليتي، بينما الاو تي بيرسونال اهم حاجه بالنسبه لهم الافيلابيلتي. النهارده احنا ما نقدرش نستحمل ان في مثلا مركز تحكم يحصل فيه مشكله او يخرج، او محطه يحصل فيها ديسربشن، فالبريورتي هنا مختلفه. البريورتي بالنسبه للاي تي سي اي اي، انما بالنسبه للاي سي اس اي اي سي. دي برده من ضمن الاختلافات بين الاي تي والاو تي. الكونفدنشاليتي زي ما قلنا من شويه عاليه جدا في الاي تي، انما في الاو تي منخفضه. الافيلابيلتي طبعا عاليه جدا في الاو تي، الاي تي يعني لو ميديوم. الكريتيكاليتي تايم كريتيكاليتي مهم جدا بالنسبه للاو تي، معقول يعني بالنسبه للاي تي. السيستم داون تايم طبعا نوت اكسبتبل بالنسبه للاو تي. السوفت وير تشينج طبعا المعدل عالي جدا بتاع السوفت وير تشينج بالنسبه للاي تي، نادر جدا في موضوع الاو تي. السيستم لايف سايكل من 3 لـ 5 سنين في الاي تي، انما في الاو تي عندنا من 15 لـ 25 سنه، وبتمتد كمان ل 30 سنه، وده اللي بيخلي عندنا دايما الاو تي ديفايسز ليجاسي، ودايما بتبقى فيرنبل لان انا ما بغيرهاش، وما بقدرش في نفس الوقت اعمل عليها ابديت او انزل عليها باتش. طيب ايه موضوع الاي تي والاو تي كونفرجنس، موضوع التداخل والتقارب ما بين الاي تي والاو تي؟ النهارده الاتاك على الاي سي اس سايبر سكيورتي في تزايد مستمر، لان النتائج اللي احنا بترصد ده يعني. فالنهارده التقارب والدمج اللي حصل ما بين الاي تي والاو تي ده سوري ال كنا بنقول الاي تي والاو تي التقارب والدمج اللي حصل نتائج سوري النتائج اللي حصلت زياده، ان في اتاكس كتيره على الستاكس، اتاكس كتيره على موضوع الاي تي او الاي تي سوري موضوع الاو تي والاي سي اس سايبر سكيورتي. ده خلى النهارده ان موضوع التقارب والدمج ما بين الاي تي والاو تي نتيجه الفصل التقليدي من الاي تي والاو تي، خلى ان احنا النهارده عندنا مشاكل
نتيجه الفصل بين الاي تي والاو تي ونتيجه ان في مفيش كومباتيبلتي بين الاي تي والاو تي. الموضوع التقارب بقى قدامك النهارده بين الاي تي والاو تي خلينا النهارده ان احنا لازم نعمل يبقى عندنا نظره شموليه لاداره الجزئين دول مع بعض الاي تي والاو تي، حتى لو وصل الامر ان احنا نتشكى كل النقاط اللي واصله من الاو تي سيستم للاي تي، لان الاو تي بطبعه سسبتبل للسايبر اتاك. وعشان نوصل لاحسن تامين في البنيه التحتيه الحرجه ما بين الاي تي والاو تي لازم الجزئين دول يشتغلوا مع بعض عشان يبقى في هارموني عندنا في البروسيس والسيستم والسكيورتي. طب عشان نبني برنامج كويس في السايبر سكيورتي يبقى عندنا سترونج اي سي اس سايبر سكيورتي، محتاج ايه؟ محتاج يكون بيعتمد على 3 بيلرز دول، بيبل بروسيس تكنولوجي، يعني لازم يبقى عندنا بيبل ويل ايدوكيتد ومدربين كويس، لازم يبقى عندنا بروسيس قايمه للريسك اسسمنت للتشنج مانجمنت للفرنابيلتي مانجمنت، ولابد في الاخر ان احنا نمتلك التكنولوجي اللي تمكننا ان احنا نحمي الاصول بتاعتنا. طيب ايه التحديات اللي بتواجه الاو تي سكيورتي؟ سرعه الاتاك وتعقيداتها. النهارده ما بقاش عندنا كلمه فيروسز، بقى كلمه مالور هي الشائعه. كلمه مالور دي بتشمل كل انواع الفيروسات الضاره زي الادوير سباي وير زي بوت نت زي الاي بي تي. احنا ممكن يكون عندنا اي بي تي في النتورك بتاعتنا واحنا ما نعرفش من حوالي 6 اشهر ل 8 اشهر، ما نعرفش ليه؟ لان احنا ما عندناش فيزابيلتي، ما عندناش فيزابيلتي على الاو تي نتورك، ما عندناش نتورك ماب، مش قادر احدد او اعرف ان اذا كان السيستم بتاعي فيرنبل ولا لا، ما عنديش ثريت ديتكشن. طيب ليه في سلو ديتكشن في ان انا اكتشف الفرنابيلتي اللي عندي في السيستم؟ في سلو ديتكشن لان النهارده البريفنشن النهارده البروتكشن ما بقاش بريفنشن بس، كان زمان الترانديشنال سكيورتي احنا بنتكلم فيه على بريفنشن، احنا بنجيب الاكسس كنترول، نجيب فايرول، نجيب انتي فايروس، ده الترانديشنال سكيورتي. الترانديشنال سكيورتي النهارده ده ما عادش كافي، النهارده البروتكشن ما بقاش بريفنشن بس، البروتكشن بقت بريفنشن زائد ديتكشن زائد ريسبونس. انا عملت اللي عليا وجبت فارول، جبت انتي فايروس، عملت انكريبشن، لكن ما فيش سيستم امن في 100%، فممكن حاجه تعدي. في حاجه قعدت لازم عندي كابيلتي ان انا اعمل بيها ديتكشن، لازم عندي هاني بوت، عندي اي دي اس، عندي اوديت لوج، وفي النهايه برضو يعني بريفنشن وديتكشن برضو مش كافيين، لازم عندي ريسبونس. انا النهارده حطيت الكونتر ميجر او عملت ديتكشن لكن ما عنديش فريق انسنت ريسبونس قادر يرسبوند في الوقت المناسب والكيفيه المناسبه. طيب ايه تاني؟ ديستريبيوتد اتاك، دي دوس. ليه دي دوس من اكبر التحديات؟ لان هي بيطلق عليها النانو ستوبل اتاك، بمعنى ان انا ما عنديش قدره ان انا اوقفها. انا يعني ممكن احاول احد شويه من تاثيرها، ممكن احاول يعني اكتشفها واحاول اتفاعل معها قدر الامكان، لكن في النهايه ما عنديش قدره على منعها. فعشان كده بتعتبر من اكبر التحديات يعني. موضوع السوشيال انجينيرنج، السوشيال انجينيرنج اشهر مثال عليه الفيشنج. الفيشنج هو نوع من الهجمات بيتم الاحتيال فيه على الشخص المطلوب سرقه بياناته بان يرسل لي ميل يبدو منطقي وطبيعي ومشروع، يعني زي اللي مثلا ابعت له لينك اقول له والله خش جالك طلب صدقه جديد على الفيسبوك، خش كونفيرم طلب الصدقه ده، فيخش كونفيرم طلب الصدقه ويتم اصطياده لسرقه بياناته او اصابته بفيروس. ويك اكسس كنترول، احنا ليه النهارده بنعمل ريسك اسسمنت؟ بنعمل ريسك اسسمنت عشان في الاخر نابلاي كنترول معين. فالنهارده هاجي اعمل انكريبشن، طب هعمله 512 ولا 1024 بناء على ايه؟ بناء على طبيعه الريسك. فالنهارده مش اكسس، مش مجرد اللي عندي اكسس كنترول، مش كل اكسس كنترول بالضروره مناسب، في اكسس كنترول قبل التحايل عليها زي ان يبقى عندي يوزر نيم وباسورد بيعدوا في شبكه مش انكريبتد فيتم سرقتهم عن طريق السنيفنج. ففي النهايه لازم يبقى عندي الريسك بروفايل متناسب مع طبيعه الريسك. طيب ايه مشاكل برضو من مشاكل اللاك اوف اويرنس ويك اكسس كنترول؟ لاك اوف اويرنس، موضوع النهارده العامل البشري. العامل البشري النهارده هو اضعف حلقه في السلسله بتاعه التامين، ويمكن كتير جدا من الاتاك بيحصل فيها كده. عشان كده اللي حصل في المفاعل النووي الايراني كان في النهايه سببه عامل بشري، ما كانش اي حاجه ثانيه، كان في حد فيزيكال بايده حط الفلاشه في السيستم فحصلت المشكله بتاعه الاستاكسنت. فالنهارده الاهتمام بالعامل البشري هو مش مجرد بس ان هو مجرد توعيه بقدر ما هو احد اهم دعامات تامين المنظومه. طيب بالنسبه للاو تي بقى، ايه التحديات اللي بتواجه الاو تي سكيورتي؟ يعني من ضمن التحديات قصه ان احنا نهاير ناس عندهم سكيل عاليه. ليه؟ لان الناس اللي عندهم سكيل عاليه في موضوع الاو تي سكيورتي من ناحيه فيهم ندره ومن ناحيه قليلين يعني وفيهم ندره، ومن ناحيه ثانيه
يعني فكره ان احنا كنا نسكيور اي سي اس سيستم او سكيور سكادا سيستم دي ما كانتش موجوده الا ما حصل تداخل ما بين الاي تي والاو تي، فظهر لنا علم جديد اللي هو فكره سكيورنج الاي سي اس سيستم. برضو من ضمن التحديات ان انا ما اقدرش اعمل ريسك اسيسمنت في الاو تي سيستم والاي سي اس سيستم. انا النهارده لو عندي فيروس على كنترول سيستم، هل النهارده انا هاجي انزل باتش عشان اشيل بيه الفيروس، فشيل الفيروس هل هو اقل ضرر ولا انا احاول ابقى على الفيروس واحاول احجمه يبقى افضل؟ من ضمن التحديات برضو يمكن ما فيش عندنا حصر بالاصول المعلوماتيه لانظمه التحكم الصناعي في البيئات بتاعتنا بتاعت الاو تي سيستم. يعني دي احصائيه برضو تبع سانز بتقول النهارده ان في 45% عملوا انكريز للفيزابيلتي على الكنترول سيستم، في 37% عملوا بين تيست اوديت على الكنترول سيستم، 29% من الناس بينفستوا في موضوع الاورنس بالنسبه للاي تي والاو تي بيرسونال وعملوا كروس فانكشنال تيم، في 29% برضو عملوا انفست في الاديوكيشن والتريننج للاي تي والاو تي، في 28% جابوا اي دي اس، و 26 عملوا بريدج بين الاي تي والاو تي. طيب الاتاك ممكن تيجي لي منين؟ من اين يمكن ان اخترق؟ الاتاك ممكن تيجي لي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، فيسبوك او لينكد ان او تويتر، ممكن تيجي لي عن طريق هجمات معينه ضد شخص معين او قطاع معين، ممكن عن طريق الفيرشواليزيشن وثغراتها ومشاكلها، ممكن يكون انسايدر ثريت بغرض التخريب او الانتقام او سرقه معلومات، ممكن الغرض ممكن تعقيدات النظم لدرجه يصعب معها التامين برضو يجي لي منها، التليفونات المحموله وثغراتها، عدم وجود سكيورتي بوليسي كافيه في المكان وعدم وجود انفورسمنت لتطبيقها، قله الكوادر البشريه القائمه على التامين. كل دي مصادر ممكن يجي لي منها التاكس. يعني الفيديو ده فيروس عملوه دي اتش اس ديبارتمنت اوف هوم لاند سكيورتي وحطوه بايديهم جوه منظومه التحكم عشان يشوف تاثير الفيروس ده على منظومه التحكم، والفيروس ده كان بيدي اوامر متضاربه لمنظومه التحكم. تعالوا نشوف كده عمل ايه. الاتاك النهارده على شبكات الاي سي اس في تطور مستمر زي ما قلنا، ويمكن النهارده الهجوم على شبكات البنيه التحتيه هي احد ادوات النزاع السياسي والعقاب السياسي بين الدول. يمكن اشهر الهجمات اللي سمعنا عنها الهجوم اللي حصل على سمارت جريد في اسرائيل، هجوم الهجمات المتكرره اللي حصلت على اوكرانيا، يمكن اوكرانيا تعرضت لعدد من الهجمات، ويمكن طلع فريق الناشونال سيرت الاوكراني قالوا ان هم تعرضوا لهجمه معقده جدا استهدفت 57 محطه كهرباء وعملت باور اوتج في اماكن عديده من غرب اوكرانيا، وتأثر بها حوالي 230 ألف مواطن. يمكن أوكرانيا برضو تعرضت لهجمات على مطاراتها وتؤدى لتوقف منظومة التحكم الآلي ووقف الخدمات الجوية. يمكن برضو ألمانيا تعرضت لأتاك بس يمكن بشكل ما مميز شوية. الأتاك ما كانش هدفه تعطيل شبكات إمداد الكهرباء، ده كان رانسوموير. رانسوموير يعني بينزل يشفر كونفجريشن سيتنج بتاع إدارة المحطة أو بتاع السمارت جريد، فبقتش المشكلة إن أنا أرجع ملفات. المشكله اللي بقى عندي مثلا الام تي يو اللي هو الماستر تيرمينال يونت السيرفر اللي عليه السكادا سيستم بقى انفكتد نتيجه الرانسام وير، وبناء عليه طبعا الرانسام وير عندي على اي سي اس سيستم، فهل انا اجري ادور ادفع الفيديو ولا انا عندي باك اب من كونفجريشن؟ يمكن هنا حتى السؤال بيطرح نفسه، يا ترى كام في المية من الاماكن والهيئات اللي عندنا فيها اي سي سيستم عندهم باك اب من كونفجريشن وعارفين ازاي يقدروا يعملوا ريستور؟ وايه الامباكت لو انا جيت وقفت النهارده المحطه وعملت ريستور
ورجعت كونفيجريشن، يعني هل اتحسب من حسابات المخاطر بتاع الموضوع ده؟ يعني لو جيت انا النهارده عملت ريسك بروفايل وقدرت احدد ان احد انواع المخاطر فجاه ان الكونفيجريشن سيتنج دي مش متاحه، هل عندي الكوادر البشريه اللي تقدر تتعامل في الظرف ده؟ هل عندي فريق انسنت ريسبونس تيم جاهز يتعامل بالكيفيه المناسبه في الوقت المناسب؟ فالتطور طبعا الهجمات دي طال دول كثيره منها دول متقدمه جدا واصيب اخطر الاماكن منها المطارات وشبكات الكهرباء الذكيه. ده رانسوموير، ده النموذج اللي حصل برضو في ارامكو. يمكن ارامكو برضو تعرضت لهجمه معلوماتيه منظمه اصابت الشركه وكده توقف ضخ البترول في الشركه نظرا لان الانظمه المتحكمه في ضخ البترول كلها وما كانوا ضرب الكمبيوتر. فبعد استهداف ارامكو بتارجت الاتاك للموظفين بتوعهم قدروا ان هم يعملوا وايبنج ل 30,000 جهاز كمبيوتر. وايبنج ده يعني مسح غير قابل للارجاع، وكده توقف ضخ البترول في الشركه لان هم تداركوه في اللحظات الاخيره، مع العلم ان ارامكو بتنفق ملايين الدولارات سنويا على موضوع امن المعلومات. وبعد شهور عديده من البحث وجابوا فيها اكبر خبراء العالم في مجال تحليل العمليات الامنيه والبرمجات الخبيثه قدروا يكتشفوا ان هم كان حصل عليهم سبير فيشنج. ستاكس نت ده نموذج الاصابه بالانفعال النووي الايراني. ستاكس نت ده قالوا عليه انه يعني فيروس طوره علماء ومش مبرمجين لانه بيفهم اي تي وبيفهم فيزياء. ستاكس نت كان بيشتغل على 20 زيرو دي اتاك منهم اربعه في الويندوز. زيرو دي اتاك كان الفيروس لم يكتشف او لسه طالع النهارده، و16 الباقيين كانت بتصيب الاسكادا وانظمه ثانيه. الستاكس نت بينتشر عن طريق اليو اس بي. الستاكس نت كان مشكلته ان هو بيفهم العمليات الصناعيه، بيفهم لو عندنا مثلا اسكادا مقسمه لاي او بي وسي دي فهو بيقدر يتعامل مع الاسكادا وياخد المعلومات منها ويسرقها ويرسلها يعني. في ايه تاني؟ هو بينتشر طبعا عن طريق اللان وبالبلوكيت نفسه. ده فيديو عن ستاكس نت. In June last year, a computer virus called Stuxnet was discovered lurking in the data banks of power plants, traffic control systems, and factories around the world. 20 times more complex than any previous virus code, it had an array of capabilities. Among them, the ability to turn up the pressure inside nuclear reactors or switch off oil pipelines. And Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual forged security clearance that helps viruses burrow into systems. It actually had a real clearance, stolen from one of the most reputable computer technology companies in the world. It exploited security gaps that system creators are unaware of. These holes are known as zero days, and the most successful viruses exploit them. The details of a zero day can be sold on the black market for $100,000. Stuxnet took advantage of 20 zero days. But once it got into a system, it didn't always activate. Buried deep in the Stuxnet code was a specific target. Without that target, the virus remained dormant. What was it looking to shut down? The centrifuges that spin nuclear material at Iran's enrichment facilities. Stuxnet was a weapon. The first to be made entirely out of code. The Washington-based Institute for Science and International Security says the virus may have shut down 1,000 centrifuges at Natanz, Iran's main enrichment facility, last year. In November, the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear watchdog, said Iran had suspended work at its nuclear facilities without explaining why. Many observers credited Stuxnet. Last month, the Iranian government conceded the virus's infection of the Bashir nuclear facility, still under construction, meant that switching the plant on could lead to a national electricity blackout. Iran has responded to the attack with an open call for hackers to join the Iranian Revolutionary Guard and has reportedly amassed the second largest online army in the world. So who was behind Stuxnet? There's no evidence beyond rumor. Some have it that Israel is responsible because the virus code apparently contains references to the Hebrew Bible. Others believe the US was involved in the testing and development. The finger has even been pointed at Siemens Mobile Phone Company, whose software is used by the Iranian regime.
The most important question may not be who designed it, but who will redesign it. The evolution has been so fast that 9 months after its detection, the first virus that could crash power grids or destroy oil pipelines is available online for anyone to download and tinker with. You can watch people on YouTube pulling Stuxnet apart. It's an open source weapon, and there's no way of knowing who will use it or what they will use it for. طيب دوكو ده برضه فيروس وفليم وبيوس ليه انا كلمتهم عليهم كلهم مره واحده ان بيجوا في السورس كود بتاعهم بيانات مشتركه بتؤكد ان الفاعل واحد بتؤكد ان هو تطوير اسرائيلي امريكي يعني يمكن ان اختارهم هو الفليم يعني الفليم بيقدر يكونكت على البلوتوث ديفايس بيقدر يجيب لي الكونتاكت والليست والاس ام اس بيقدر يسجل لي ويبعت صوت مفهوم التسريبات بيقدر يشفر الصوت ويضغطه عشان كده بيعدي من فايرول فيمكن هو اختارهم يعني فليم. طيب المستقبل فيه ايه بالنسبه للاي سي اس؟ والله المستقبل فيه مزيد من المخاطر. احنا الاول كنا بنتكلم على شبكه عاديه منفصله. النهارده بقينا بنتكلم على واي فاي، بقينا بنتكلم على كلاود، بقينا بنتكلم على اي او تي. فده طبعا فيه مزيد نتعرض لمزيد من المخاطر او مزيد من الفيرنابيلتيز، لان كل ما كبر السطح المعرض للاتاك كل ما زادت الفيرنابيلتيز يعني. طب احنا رايحين على فين؟ يعني احنا عشان نفهم السكيورتي بفهم عميق في سنه 2019 لازم فاهمين مصطلح جديد شويه اسمه اي او اي، ده انترنت اوف افري ثينج. النهارده يعني احنا كان زمان الانترنت عندنا لو سالنا اي حد ايه مفهوم الانترنت بالنسبه لك هيقول لك حركه هي براوزنج للويب سايت، داونلود، ابلود، ايميلز. انما من 3 لـ5 سنين تحديدا حدث طفره هائله في شكل مفهومنا للانترنت. النهارده بقى عندنا سنسور راكبه في الشوارع بتقيس التلوث، وزاره البيئه عندها داتا سنتر بتجمع المعلومات دي، والسنسور دي واصله بالانترنت عشان ترسل المعلومات والنتائج. النهارده بقى عندنا النافيجيشن في جي بي اس بتاع عربيه حضراتكم، النهارده بقى عندنا الوي، الاكس بوكس، البلاي ستيشن. ده مشكلته ايه؟ بدون مبالغه ده مشكلته ان هيكليه المخاطر ما بقتش هي الوضع القديم. النهارده بقى عندنا الاي تي والاي تي والكونفرجنت ما بينهم، الاي او تي، الاي او اي، فكل ده اكيد هينتج عنه مزيد من المخاطر يعني. سوري البيست براكتس بقى عشان سكيور الاي سي اس. حاجه اسمها اسرت موديلنج. يعني اسرت موديلنج النهارده الشخص المسؤول عن تامين هذه النوعيه من المنظومات لازم افهم يعني اسرت موديلنج، يعني لازم افهم ايه الريسك بروفايل اللي بتاع المؤسسه بتاعته. يعني النهارده على سبيل المثال لو انا عندي قاعده بيانات، ايه التهديدات او المخاوف اللي اكون خايف منها؟ والله اكون خايف ان في شخص ما يقدر يخترق قاعده البيانات دي ويحصل افصاح بشكل غير مناسب عن البيانات، او ان نفس الشخص ده يخش على قاعده البيانات ويعدل فيها، وده نوع ثاني من التهديدات. طب ده بالنسبه لو احنا بنتكلم على شبكه اي تي عاديه. لو احنا بنتكلم على او تي سيستم اللي هيكون موجود عندنا، عندنا الكونفجريشن سيتنج بتاع الاو تي ديفايسز، بدءا بقى من الام تي يو اللي هو الماستر تيرمينال يونت السيرفر عليه السكادا سيستم، مرورا بالدي سي اس والبي ال سي، وانتهاء بالار تي يو. وتامين هذه الاجهزه او الاو تي ديفايسز شيء في منتهى الخطوره، خصوصا لو انا بتكلم على محطه كهرباء او مضخات ميه او انظمه تصدير بترول للخارج. يمكن بيحضرني هنا الاتاك اللي حصل على ارامكو، يمكن كان بيهدف الى تعطيل تصدير البترول لخارج الاراضي السعوديه يعني. طيب يعني ايه تاني سريت موديلنج؟ يعني انا كمتخصص في مجال طاقه او كهرباء او ميه او بترول يمكن ابقى عارف ايه انواع المخاطر اللي بتحيط بيا، وابتدي اعمل لها مراجعه عن طريق اللي انا بعمل حاجه اسمها سريت كاتالوج او فيرنابيلتي كاتالوج الخاصه بالمؤسسه بتاعتي.
وطبقا للمفهوم الاكاديمي في التامين، وكلمه اكاديمي هنا بعنيش بيانو النظري لكن بعني زي ما بيقول الكتاب، ابتدي اشوف ماذا املك اللي عندي. في حالتنا دي في الاي سي اس هيبقى عندنا ايه؟ عندنا او تي ديفايسز، وبعد كده ابتدي اشوف ايه الكنترولز اللي موجوده عندي عشان امن بيها الاو تي ديفايسز دي. طيب هل انا ممكن يحصل عليا اتاك على النتورك بتاعتي عموما في الاي سي اس؟ اه ممكن يحصل. طب الاتاك هيجي منين؟ هيجي عن طريق انترنت كونكشن موجوده. طب الانترنت كونكشن دي موجوده ليه؟ موجوده والله عشان الفيندور اللي باع لي السيستم بيخش يعمل لي ريموت اسيستنت عن بعد. طب هل انا عندي فاير وول؟ هل انا عندي فلتر على نوعيه الترافيك اللي ممكن تعدي؟ هل انا قادر استخدم الكونسبت اللي اسمه داتا دايود؟ داتا دايود اللي هو تمرير البيانات في اتجاه واحد، بحيث لا قدر الله لو حصل عليا اتاك ينفع ان انا امنع اي حد داخل لي من بره جوه، لكن البيانات فقط تمر من الداخل للخارج. فيمكن تهديدات عديده ومخاطره عديده محتاج ان انا اقعد واحصرها، وخلينا يعني نسمي ستريت موديلنج بعيدا عن الترجمه الحرفيه هيكليه المخاطر اللي بتحيط بيا. بعد كده ابتدي اشوف ايه كنترولز اللي عندي، وابتدي اعمل جاب اناليسيس عشان اتاكد من مدى فعاليه الكنترولز، واتاكد ان هي بتديني الاكسبكتد بروتكشن المتوقع منها. طيب الكنترولز يعني مش كافي بس ان يبقى عندي كنترول ان بليس، لازم الكنترول تبقى ان بليس في المكان عندي وتبقى افكتيف. ان انا في مثال بقوله كتير، ممكن ابقى جايب واف عشان يحمي الويب سيرفر بتاعي او الويب سايت بتاعي، بس في ستيل لسه بيحصل عليا اتاك. ستيل بيحصل عليا اتاك ليه؟ لان انا ما عملتش برور كونفيجريشن على الواف. طيب في حاجه عندنا اسمها كابيلتي ماتوريتي موديل انتجريشن هنتكلم عليها قدام، بس انا قصدي اقول كنت اعرض السلايد دي هنا ليه؟ كنت عاوز اقول ان الكنترول ممكن يبقى عندنا في المكان جديد واندوكومنتد، ممكن الكنترول يبقى دوكومنتد بس الامبلمنتيشن مش كافي، ممكن يبقى دوكومنتد يعني اما نوصل لمرحله الديفاينت دي يعني دي بدايه ان انا شغال صح وكويس، الكنترول عندي دوكومنتد وامبلمنتد، طب بقينا مانجد، الكنترول بقى دوكومنتد وامبلمنتد والنتائج بتاعته بقى تراكت اوبتمايزيشن، طبعا دي الاوبتيمم ان فيها كل حاجه وفيها كمان اوبتمايزيشن وامبروفد. يعني انواع الكنترول عندنا كنترول بتنقسم من حيث الكاتيجوري للادمنستريتيف وتكنيكال وفيزيكال، ومن حيث النوع لبريفنتيف وديتكتيف وديترنت وكوركتيف وكومبنسيتنج وريكفري. انا بس مش عاوز اخش التفاصيل في دي عشان نلحق. طيب في عندنا برضو حاجه، فاكرين السلايد الاولاني اللي اتكلمنا فيها عن موضوع البروتكشن؟ احنا قلنا بروتكشن بريفنشن زي ديتكشن زي ريسبونس، صح؟ النهارده موضوع البروتكشن بريفنشن زي ديتكشن زي ريسبونس ما عادش كافي، النهارده التوتال البروتكشن سوليوشن اللي لازم عندنا لازم بريدكت الاتاك ون بريفنت ون ديتكت ون ريميديت. طيب بريدكت ازاي؟ بريدكت دي هي اللي خلت عندنا مصطلح جديد يظهر اللي هو ثريت هانتنج، اللي انا بقدر اتهيئ بيه احسن الاتاك عن طريق ان انا بعمل كوريت للداتا اللي جايه لي داخليا، اكوريت للداتا اللي بحصل عليها من الانترنت سواء عن داتا فيد بتاعت الفيندور. بعد كده بعمل بريفنت عن طريق ان انا بهاردن السيستم بتاعي او بعمل له ايزوليشن. طيب مفيش طبعا سيستم امن 100%، ممكن يحصل عليا اتاك، فمهم جدا ان انا اعرف اديتكت الاتاك، ولما انا اديتكت في الوقت المناسب والكيفيه المناسبه عن طريق ان يبقى عندي فريق انسنت ريسبونس تيم يقدر يرسبوند. الهاني بوت، انا قلت احنا من الوقت التاني لازم يبقى عندنا يعني نوع من التحليل لتحديث تصورنا عن هيكليه المخاطر. يمكن احنا في السلايدز بتاعه الثريت موديلنج اللي اتكلمنا عليها من شويه كنا بنتكلم على الثريت والريسك اللي بيهدد المؤسسه بتاعتنا، اتكلمنا عن الريسك بشكل عام او المخاطر بشكل عام او في حدود تصورنا، بس ماذا لو كان تصورنا ده بيغطيش بعض النقاط او كان في مستحدثات لما نضعها في اعتبارنا لما عملنا ثريت موديلنج المره الاولى. النهارده معظم الشركات الكبيره بتتجه ان هي تعمل نوع من انواع التنبؤ بالهجمات ونوع من انواع تحليل الهجمات، وطبعا ده لن يتاتى اذا كان عندنا الكونسبت اللي اسمه الهاني بوت او الهاني نت اللي انا بحطه عشان اتراكت بيه اليوزر اتراكت بيه الاتاكر سوري واصطاده واشوف الراجل ده كان جاي لي ليه، بيستهدف ايه الوصول عندي وايه طريقته في الوصول ليا، هل هو جاي لي عن طريق نتورك ليفل اتاك ولا عن طريق فيرنابيلتي في السيستم عندي ولا ميزد باتشز ولا سيكول انجكشن. فكل دي طبعا مصادر ممكن يجي لي منها الاتاك، فلما يبقى عندي هاني بوت او النت بتديني واضحه وقويه الراجل ده كان جاي لي ليه وجاي عاوز يعمل ايه وايه الاوبجكتيفز بتاعته. النهارده ليه بنعمل ايزوليشن وسيجمنتيشن؟ لان عندي اجزاء مختلفه في الشبكه والاجزاء دي بتبقى محتاجه متطلبات تامين مختلفه، فانا مثلا ممكن تكون عندي نتورك مش محتاجه تخش على النت فبعزل عنها النت، نتورك تانية محتاجه تخش على النت بس فيها كريتيكال اسيتس فبحط لها الكنترولز فبقول مثلا واي دي اس واي بي اس. فالنهارده انا بتعامل مع الديفرنت سيجمنت دي ديفرنت سيجمنت وبتعامل مع كل سيجمنت على انها حاله خاصه بحط لها الكنترول اللي بيتناسب مع طبيعه الريسك بتاعها. برنامج مانجمنت، الفرنتي مانجمنت هي عباره عن بروسس بنعملها عشان نكتشف ايه الفرنابيلتيز اللي في السيستم عندنا وبعد كده نعمل بروتيزيشن للفرنابيلتي دي. الفرنابيلتي مانجمنت ممكن تبقى
او فيرمنتال اسيس ممكن تبقى انترنال واكسترنال. انترنال عشان اشوف ايه الويكنس اللي عندي في السيستم, واكسترنال عشان اشوف لو في اوت سايتر اتاكر بيحاول يعمل اتاك عليا هيقدر يوصل لايه. طبعا الفيرنابيلتي اسيسمنت او مانجمنت في موضوع الاو تي سيستم حساسه طبعا وحرجه للغايه, بعكس اللي انا بعمل الفيرنابيلتي مانجمنت او فيرنابيلتي اسيسمنت في نتورك عاديه, لان هنا القصه مش مستاهل ابدا ان انا اعمل مثلا ابديت لباتش على كريتيكال كومبوننت مثلا بي ال سي او دي اس اس او ار تي يو جوه الاو تي سيستم, او ان انا جاي انزل باتش عشان تشيل بي فيروس. فالموضوع حساس جدا وخطير جدا, خصوصا لو بتكلم على محطه كهرباء, على محطه نوويه, على بترول. فالموضوع ليه معايير كثيره جدا, لازم يبقى عندنا لاب, لازم عندنا سيموليتور. يمكن نست من ضمن المعايير اللي هي منزله اصدار اللي هو نست 800-82 لتامين الاي سي اس في هذا الصدد. يعني البين تيست يعني في مقوله بتقول ما فيش نظام امن 100%, فانا يعني بتبعيه مهما بلغت اجراءات التامين اللي انا عاملها لازم من وقت للتاني اعمل نوع من اعاده تقييم التامين او نوع من السكيورتي اسيسمنت. ويمكن يحضرني هنا المثال او الاتاك اللي حصل برضه على ارامكو. يعني زي ما قلت هم صارفين ملايين الدولارات وعندهم بوليسي وعندهم ستاندر وفريم ورك وكل حاجه, ورغم كده حصل عليهم اتاك. فما بالكم من شركه عاديه ما عندهاش كل الكلام ده. فاحنا باب اولى بينا ان احنا نعمل بين تيست على الاقل مره او مرتين في السنه. يعني انواع البين تيست وايت بوكس وبلاك بوكس وجراي بوكس. وايت بوكس ان الراجل بيعمل لي بين تيست بيبقى عنده كل حاجه, عنده ديزاين والديجرام والاي بي بتاع النتورك. ودي فكرته ان لو عندي انترنال انسايدر جوه بيحاول ياتاك الشبكه بتاعتي ابقى عارف هيوصل لايه. انما البلاك بوكس ما بدلوش اي حاجه, عشان فكرته برضو او فلسفته ان لو في اوتسايدر اتاكر جاي من بره عاوز يعمل اتاك عليا فاقدر اشوف برضو هيوصل لايه. جراي بيبقى نص نص, بيديله نص المعلومات. يعني كونفجريشن هاردنج يمكن ده يعني حاجه من يعني من اساسيات السكيورتي. ممكن زمان بنسمع على السيستم هاردنج كونفجريشن هاردنج. يعني ايه الهاردنج ببساطه؟ انا بشوف اي سيرفيس او اي بروتوكول او اي ابلكيشن بتوجب انها تكون موجوده عندي على السيستم, وبعد ذلك بعملها انستول او ديسيبل. وده طبعا في سبيل ان احنا بنحقق هدف من اهداف العمل السكيورتي اللي انا بمينمايز الاتاك سيرفيس. فكل ما قدرت امينمايز الاتاك سيرفيس كل ما قدرت امن بطريقه احسن. سورس كود ريفيو يمكن يبقى متعلقه بالكود بتاع الابلكيشن, انه لازم يكون مكتوب بطريقه سكيور. فدايما بنقول السكيورتي لما تكون بيلت ان في النظام احسن مليون مره بما عندي فيرنابيلتي وبحاول اصلحها. فلازم تكون السكيورتي في اعتبارنا من الاول, لازم تكون السكيورتي في اعتبارنا من مرحله البلانينج حتى مش مرحله الديزاين, لان السكيورتي لو جت بعد مرحله الديزاين بتبقى عمليه ترقيع وش اكتر. تشينج مانجمنت يعني لازم برضه يبقى عندنا سياسه لموضوع التشينج مانجمنت بتحصل على السيستم بتاعنا عشان نكونترول التشينج اللي بيحصل على السيستم بتاعنا. ولازم اي تشينج بيحصل في النتورك بتاعتنا ما يتطبقش الا لما يكون ريفيود وابروفد. ليه مهم البروسس دي؟ لان النهارده ميني اي تي اوتج اللي بتحصل في السيستم عندنا راجعه لان انا اوثرايزد تشينج. فالمؤسسه اللي بيبقى عندها ماتشور تشينج بروسس طبعا بتقلل الاوتج اللي بيحصل ده. طيب ايه السوليوشن بقى؟ احنا لازم نظرتنا للسكيورتي في مؤسساتنا النهارده تبقى نظره شموليه اللي احنا بنقول عليها هوليستيك فيو او هليكوبتر فيو. النهارده برضو احنا نظرتنا للسكيورتي اختلفت عن 10 15 سنه فاتوا. احنا النهارده بقى عندنا مصطلحات زي الداتا سكيورتي, الانفورميشن سكيورتي, الاي تي سكيورتي. الانتربرايز سكيورتي نقصد بيها برضو ان هي عباره عن فريم ورك عشان نابلاي بيه كومبريهنسيف كنترول مصمم عشان يحمي المؤسسه بتاعتنا فروم اند تو اند. طيب كومبرنس كنترول زي الجراف اللي حضراتكم شايفينه ده, هل احنا محتاجين نطبق ايه كل الكنترولز دي, ولا محتاجين نطبق مثلا الجنب اليمين ده ولا الجنب الشمال, ولا نطبق ايه بالظبط؟ ايه المعيار؟ يعني ايه المعيار النهارده لما اجي اقول انا سكيور هطبق ربع الحاجات دي ولا نصها ولا كلها؟ المعيار لازم يبقى عندنا حاجه اسمها كنترول فريم ورك زي مثلا ISO 27001. ISO 27001 هو ستاندر عالمي انفورميشن سكيورتي اند مانجمنت سيستم, الانفورميشن سكيورتي والريسك, وبيتكون من 14 دومين و114 كنترول. هو ISO 27001 ممكن اي مؤسسه تاخده از ستارتنج بوينت ليها عشان يبقى هو البيز لاين بتاعها. يعني انا النهارده ما عنديش اي ستاندر او ما عنديش اي بيز لاين ليا, ممكن اخد ISO 27001 واخليه هو البيز لاين بتاعي واعمل كومبلاينس معاه كومبلاي معاه. فده هيبقى المعيار. المعيار ليه؟ لان النهارده بقى عندنا 14 دومين و114 كنترول, يعني كلنا هنطبق ال 14 دومين و114 كنترول, فبقى ده المسطره اللي بنقيس عليها.
نست برضو 800-53 فريم ورك برضو ستاندر عالمي خاص بموضوع الكنترولز. دي برضو لسته بالستاندر العالمي اللي يعني احنا اتكلمنا على ISO 10001 والنست 850. في برضو حاجه اسمها نيرك سي اي بي دي خاصه للاي سي اس. في حاجه اسمها سي اي اس كريتيكال سكيورتي كنترول دي برضو خاصه بشبكات الاي تي زي الاي 17001. وفي طبعا نست سايبر سكيورتي فريم ورك. ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت هو عباره عن ايه؟ ريسك مانجمنت هو براكتس عشان ايدنتيفاي واسس وكنترول ومتيجيت الريسك اللي متعرض ليه. الريسك مانجمنت يعني الكي درايفرز بتوعه الثريت والفرنابيليتي. يعني ليه بقول ثريت والفرنابيليتي؟ لان النهارده الريسك مش هيتحقق لما يكون في عندي ثريت والثريت بيكسبلويت الفرنابيليتي فهيتحقق الريسك. طيب الريسك مانجمنت بيتكون من عناصر عديده على راسها الريسك اسيسمنت. ايه الفرق بين الريسك مانجمنت والريسك اسيسمنت؟ الريسك مانجمنت هو عباره عن انجوينج بروسيس، بينما الريسك اسيسمنت هو الريسك اللي بعمله في اللحظه اللي انا واقف فيها دي ازيس مومنت. يعني احنا بنعمل ليه ريسك اسيسمنت عشان نوصل في الاخر لحاجه اسمها ريسك تريتمنت اللي هي بتتكون من اربع اوبشن اللي هو افويد الريسك ولا ميتيجيت الريسك ولا ترانسفير او اكسبت. عشان بعد كده بنختار اي حاجه من الاربع اختيارات دول. الاختيار ده بناء على ايه؟ بناء على احتماليه حدوث الريسك والامباكت بتاع الريسك. فانا مثلا ممكن اجي اختار ميتيجيشن ميتيجيت الريسك. يعني في ميتيجيت الريسك هختار كنترول معين بعد كده هعمل له امبلمنتيشن وايفالويشن. اسيت كلاسيفيكيشن النهارده عشان نامن اي شيء لازم نعرف ايه الشيء ده، لازم نعرف ماذا نملك عشان نعرف نامنه صح. فلازم نعمل حصر بالاصول اللي عندنا سواء هاردوير او سوفت وير او داتا او سيرفيس او اي تي انفراستراكشر. وبالتالي هنضطر نعمل حاجه اسمها اسيت كلاسيفيكيشن. اسيت كلاسيفيكيشن ليه؟ هي اللي بتديني حاجتين، بتديني الكونفيدنشاليتي ليفل والكريتيكاليتي ليفل. الكونفيدنشاليتي ليفل هي اللي بتقول لي ده سري، ده سري جدا، ده سري للغايه، ده الاستخدام الداخلي فقط. انما الكريتيكاليتي ليفل هي اللي بتديني او هي اللي بتوضح اي اثر يخص الاوبريشن نتيجه عدم تحيه هذا الاسيت. يعني الخادم ده لو لم يعد متاح ايه المخاطر المترتبه على ذلك، او خط الاتصال ده لو لم يعد متاح ايه المخاطر المترتبه على ذلك. فاحنا بنعمل حصر لكل الاصول اللي عندنا دي سواء هاردوير او سوفت وير او داتا، وبعد كده بنقسمهم لحاجتين، كونفيدنشاليتي تتعلق بالسريه وكريتيكاليتي تتعلق بالاتاحيه. اي سي النهارده اي مؤسسه عشان يبقى عندها جفرنس او تنشئ جفرنس يعني لازم عندها اي تي ستيرنج كوميتي. اي ستيرنج كوميتي دي بتحط لونج تيرم اي تي استراتيجي، والاي تي استراتيجي لازم تكون الاينمنت مع البيزنس اوبجيكتيف. من الجفرنس برضو ان الاهداف تكون متفقه مع خطه العمل. من الجفرنس لان انفست في الاي تي بيجنريت بزنس فاليو اللي هي الفاليو دريفل اللي بنقول عليها. من الجفرنس ان احنا منمايز الريسك الاسوشيت ويز اي تي اللي هو ريسك اوبتمايزيشن. من الجفرنس برضو اللي بقى عندنا حاجه اسمها راسي موديل. النهارده مؤسسات كثيره جدا وهيئات كتير جدا بتطبق الراسي موديل ده عشان تقسيم كي ريسبونسابيلتي للبرسونال اللي عندها. عباره عن ايه الراسي موديل؟ الراسي موديل هي ابريفيشن لريسبونسبل اكاونتبل كونسلتنت انفورمنت. فريسبونسبل دي ممكن انا باسين تاسك لشخص او انديفيديوال يعني او جروب بخصوص تاسك معينه يأديها يعني او مشروع معين. كونسلتنت انا باسين او باسين تاسك معينه او خبره معينه لشخص او جروب بستشيره في خبره معينه، وعاده هما بيبقوا الاس ام اي سبجكت ماتر اكسبرت. والانفورمد هما بيبقوا انفورمد من الار والاي والسي. طب انا سبت ليه الايه الاخر اللي هي اكونتبل؟ اكونتبل ده بيبقى شخص واحد هو المسؤول عن انجاز ودقه الاعمال والانتهاء منها في الوقت المحدد. طيب ايه الفرق بين الار والاي؟ ريسبونسبل والاكونتبل. ريسبونسبل مسؤول والاكونتبل محاسب. فانا النهارده لو مانجر في مكاني وجيت عملت مسافر مثلا وعملت او ديليجيت او اسين جوب لموظف عندي ورجعت لقيته ما عملوش على الوجه الامثل او على الوضع الامثل، يعني مين اللي يتحاسب؟ انا ولا هو؟ انا. ليه؟ عشان الالتيميت ريسبونسبيلتي بتقع دايما على التوب مانجمنت، ولان الصلاحيه تفوض لكن المسؤوليه لا تفوض. من الجفرنس برضه اللي يبقى عندنا حاجه اسمها سي ام ام اي كابيلتي ماتوريتي موديل انتجريشن. النهارده اي مؤسسه عاوزه تحسن البيزنس بروسيس بتاعتها لازم تبقى عارفه ايه الليفل اوف ماتوريتي بتاعت البروسيس اللي عندها، او ايه الليفل اوف ماتوريتي بتاعت الاكتيفيتي اللي عندها.
فلازم تبقى عارفه ايه كرنت ستيت بتاع الليفل اوف ماتوريتي وعارفه ايه ديزاير فيوتشر ستيت اللي عاوزه تروح له. طبعا ده لان اتقتل كان عندنا موديل زي سي ام ام اي اللي هو بيديني خمس مراحل بيعرفني انا الماتوريتي بتاعتي في انهي ليفل. هو برضه ده بيفيدني ان انا اعمل كومبارزون بيني وبين البيرز بتوعي او الكومبيوترز بتوعي في نفس الاندستري عشان اشوف انا فين منهم. الخمس مراحل دول اللي هي انيشال ما عنديش تقريبا بروسيس يعني ان كونسيستنت وان ميجرد ريبتابل عندي بروسيس بس ميجرد بس مش دوكيومنتد ديفايند بروسيس ويل ديفايند دوكيومنتد مانجد عندي بروسيس و متقسم متركس او اكتر اوبتمايزد عندي بروسيس متقسم متركس او اكتر وكمان في كونتينوس امبروفمنت. يعني لازم اي سكيورتي مانجر دايما يبقى يشتغل على انه يحسن البيزنس بروسيسز بتاعته. ادي حضراتكم مثال لو احنا عندنا البروسيس بتاعت الانسيدنت ريسبونس في المكان مثلا وهي انيشال نمره واحد يعني وعاوزين نوصل بيها للمانجد اربعه يعني ده الكرنت ستيت انيشال والديزاير فيرست ديزاير فيرست ستيت اللي عاوزين نوصل له هو اربعه مانجد فلازم نشتغل عليهم لان ده هياخد طبعا عدد من السنين يعني. السكيورتي جوفرنس هي نفس اللي قلناها على الاي سي جوفرنس بس السكيورتي جوفرنس هي يعني دور اداري شويه بيحدد الادوار والمسؤوليات اللي موجوده عندنا في المؤسسه كان يعني يبقى زي لازم يبقى عندنا مثلا بورد اوف دايركتور لازم يبقى عندنا سيزو في المكان لازم عندنا ستيرنج كوميتي. طبعا ما فيش سكيورتي من غير ما يكون في مترك يعني عشان نقيس اي حاجه النهارده ونقيس الاداء لازم عندنا كي بي اي كي بيرفورمانس انديكيتور. فالنهارده انا ممكن اجي ما يكونش حصل عليا اتاك واقول لحضراتكم ان انا تمام وان انا زي الفل وما فيش اي حاجه لكن ده مش هينفع. انا لازم احط متركس في نهايه المطاف لان مع نهايه الامبلمنتيشن بتاع كل مرحله انا بعمل مشروع للسكيورتي لازم احط متريكس اقيس بيها ما مدى كفاءه المنظومه مدى فعاليه المنظومه واقدر اقول لحضراتكم مثلا انا جاي عليا 30 اتاك نجح منهم واحد او اثنين الاتاك دي كانت بتستهدف ايه وانا عملت معاهم ايه وانا تعافيت منهم من الاتاك ده بعد قد ايه وهل تعافيت في الوقت المناسب اللي انا المفروض اتعافى فيه واللي خدت وقت اكتر من اللازم. طبعا من غير متريكس يعني مفيش سكيورتي. من ضمن برضه السوليوشن ريزيلينس. ريزيلينس يمكن مصطلح ليه كذا معنى بس انا اقصد بيه هنا المرونه المؤسسيه. يعني المؤسسه بتاعتي لما تبقى ريزيلينس هي هو نقصد بيه هنا يعني هي قدره المؤسسه لما تتعرض لديسربشن يعني او التاكس او كده تقدر ان هي تتعافى وتقدر ان هي تستكمل عملها ولو مش بالطاقه القصوى. عامل زي ايه؟ زي كره السيريس بول مهما ضغطت عليها بترجع تستعيد نفسها تاني وما بتحسسنيش ان حصل عليها مشكله. طب انا عشان ابقى ريزيلينت محتاج ايه؟ محتاج توفر لي المحاور الاربعه دول محتاج ابقى ريزيلينت. ريزيلينت يعني مقاومه لحدوث الهجمه كان يبقى عندي فارول واي دي اس واي بي اس مقاوم حدوث الهجمه. محتاج ان انا ريدندنت عندي خط انترنت واقع عندي واحد تاني من مصدر تاني. محتاج الريلابيلتي محتاج يبقى السيستم بتاعي كونسيستنت وستيبل عندي بوليسي عندي فريم ورك عندي ستاندر. محتاج يبقى عندي فري انسنت ريسبونس تيم عارف يديتكت في الوقت المناسب المشكله ويحلها. بزنس كونتينيوتي بلان هي نوع من انواع السكيورتي بلان وهي بتساعد المؤسسه ان هي متتعرض لطوارئ وامرجنسيز ان هي تتعافى منها. البيزنس كونتينيوتي بلان بتبدا بحاجه مهمه جدا اسمها البي اي اي بزنس امباكت اناليسيس. البيزنس امباكت اناليسيس دي بقول ليه هي حاجه مهمه وهي ليه هي كورنر ستون في موضوع البيزنس كونتينيوتي لان هي البيزنس امباكت اناليسيس هي اللي بتحددني ايه الموست كريتيكال سيرفيس اللي عندي او ايه الموست كريتيكال فانكشن وايه الاعتماديه ما بين البروسيس اللي عندي وايه الريسورسز اللي المفروض تبقى موجوده عشان السيرفيس دي تشتغل. يعني انا النهارده لو عندي ميل سيرفر ايه اللي المفروض يبقى موجود عشان يشتغل؟ المفروض يبقى عندي ميل سيرفر كهاردوير المفروض عندي ميل سيستم سوفت وير المفروض عندي ليز لاين. عشان كده هي كورنر ستون في موضوع البيزنس كونتينيوتي بلان. في عندنا برضه حاجه اسمها انفورميشن سكيورتي وانفورميشن اشورنس. ايه الفرق بين الانفورميشن سكيورتي واشورنس؟ الانفورميشن سكيورتي بتختص بالحاجات التكنيكال كان يبقى عندي اي دي اس اي بي اس فايرول انما الانفورميشن اشورنس بتتخطى موضوع الحاجات التكنيكال دي وتبص على موضوع الريزيلينس اللي بتضمنه من كومبلاينس واوديت وبزنس كونتينيوتي. فهي الانفورميشن اشورنس مور انتو بزنس برسبكتيف انما الانفورميشن سكيورتي تكنيكال برسبكتيف. جي ار سي هي
في اخر 10 سنين جي ار سي ده ظهر، هو نظام متعارف عليه عالميا. في منظومه عندنا بتقول ان انفورميشن سكيورتي ما هي الا ريسك مانجمنت، عايزين عشان يبقى عندنا اوبتمايزيشن في الريسك هنطبق الحوكمه اللي هي بتضمن ان الخطط مندفعه بعد في العمل زي ما قلنا، بتضمن ان الفلوس تنفق في الطريق الصح، بتضمن ان في الاينمنت ما بين الجفرنس والبيزنس اوبجكتيف. طب انا النهارده هاجي النهارده مثلا اعمل معيار لتامين محطات الكهرباء معيار مصري، او اخد معيار عالمي زي النست 800-80 او النيرك مثلا، او اطبق ايزو 27-2031 عشان يبقى عندي سايبر سكيورتي فريم ورك، انا كده عملت منظومه تامين من وجهه نظري زائد حوكمه لتعظيم الاستفاده من منظومه التامين زائد طبقت معيار مصري او معيار عالمي، يبقى انا كده عملت توافق مع معايير عالميه، ضمنت ريسك، ضمنت تعظيم الاستفاده من المنظومه اللي اتحطت اللي هي الجفرنس. نست اللي هي قلنا قبل كده ناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي، معهد قومي امريكي متخصص في اصدار المعايير الخاصه بالسايبر سكيورتي، وعامل حاجه اسمها فريم ورك بتتكون من 5 مراحل دول. النهارده لو في اي مؤسسه عاوزه تيجي تطبق نست سايبر سكيورتي فريم ورك ده هتعمل ايه؟ تيجي اول حاجه تعملها تعمل اسسمنت عشان تعرف تميجر تقيس الماتوريتي بتاع كل اكتيفيتي او كل بروسيس في الفريم ورك كور ده، قصدي بكل اكتيفيتي او كل بروسيس يعني بروسيس زي الاسيت مانجمنت او بروسيس زي الاكسس كنترول، فهي عاوزه تعرف ايه كرنت ستيت بتاع البروسيس ده، بعد كده نيكست بتحط الديزاير فيوتشر ستيت اللي عاوزه تروح له في البروسيس دي، تمام؟ فاكيد بيبقى عندنا جاب ما بين الكرنت ستيت والديزاير ستيت. طب الجاب ده هنكلوزه ازاي؟ هنكلوزه عن طريق ان احنا نهاير مثلا اديشنال ريسورسز، ناكواير نو سيستم، نغير في بزنس بروسيس او ناد بزنس بروسيس. برضه نست بيتكلم ان احنا الخمس مراحل اللي هو اندفاي بروتكت وديتكت ريسبونت وريكفر، اندفاي لازم اندفاي ايه الاصول اللي عندي واشوف ايه المخاطر اللي بتهدد الاصول دي في اطار من الجفرنس عشان احدد ايه اولويات التعامل مع المخاطر. تاني مرحله هي بروتكت، ودي للاسف معظم يعني الناس بتروح لها، يعني اي حد بيفكر انا اروح اجيب فايروال انتي فايروس وينسى ان هو يعمل اندفاي، بينسى يعرف ماذا ايه اللي عنده في الاول. طب انا النهارده اعمل حاجه زي وانا مش عارف ايه اللي عندي، لازم اعمل اسيت مانجمنت عشان اعرف ايه اللي عندي واعرف احط له الكنترول المناسب. ديتكت النهارده ما فيش نظام عامل 100%، فانا ممكن يحصل عليا ديتكت، فمهم جدا اعرف اعمل ديتكت، والاهم ديتكت ان انا ديتكت في الوقت المناسب وبالكيفيه المناسبه. ثم اخيرا بنعمل ريسبوند وريكفر للوضع الامثل او الطبيعي اللي المفروض نرجع له. يعني انا كده خلصت، وشكر جدا لحسن سماعكم، واتمنى ان اكون قدرت افيدكم باي حاجه بسيطه يعني.